ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي السابق. برحب بحضرتك معنا يا دكتور إلى هذه التغطية. بداية بعد التحية، كيف تقرأ هذه الزيارة من قبل السيد الرئيس للعاصمة الهندية نيودلهي لحضور هذه الاحتفالية تزامن مع مرور 75 عام على تدشين العلاقات المصرية الهندية؟ وبالتأكيد سيكون هناك عدد من اللقاءات من قبل السيد الرئيس مع رؤساء وممثلي عدد من كبرى الشركات الهندية في عدة يعني هي رائدة في عدة مجالات. كيف من الممكن أن تستفيد مصر من خلال هذه اللقاءات ومن خلال هذه الزيارة؟ صباح الخير عليك أولا وعلى كل مشاهدينك. فعلا الزيارة مهمة جدا، وأنا بعتبر هذه الزيارة زيارة استشراف مستقبل. وأنا قلت من قبل عدة مرات أن في رؤية اقتصادية استراتيجية في التجارة الخارجية وفي المجال الدبلوماسي، الاقتصاد الدبلوماسي، منذ سنوات، منذ أن تولى السيد الرئيس، لعمل تشبيك مع الدول او الكيانات الكبيره على المستوى الاقتصادي. صحيح احنا ممكن نتذكر او نفتكر ان الهند يعني دوله ناميه، هي يمكن تكون دوله ناميه، هي مش دوله ناميه بالتحديد، هي دوله اخذه في النمو، لان الهند قوه اقتصاديه كبرى على مستوى العالم. وانا بقول النهارده ان زياره الرئيس زي الزيارات اللي قام بها الرئيس الى عدد من الدول، من فيتنام على سبيل المثال، تجارب اقتصاديه ناجحه. مصر بتعمل تشبيك مع قوه اقليميه وقوة اقتصادية كبرى. وانا زي ما بقول، اذا كنا بنعتقد ان الهند دولة ناشئة، لا، الهند النهارده بتتحول لاقتصاد السوق، ويمكن تجاوزت دول اوروبية زي فرنسا من حجم الاقتصاد الداخلي بتاعها. يعني وصل الاقتصاد الحوالي تقريبا 2.8 او 2.9 تريليون دولار. حجم الاقتصاد الفرنسي النهارده 2.7. الهند متوقعين انها تفوق حتى حجم الاقتصاد البريطاني، ويمكن توصل للمركز الخامس على مستوى العالم من حيث قوه اقتصادها. فالحقيقه الدايفرسيفيكيشن او التنوع الكبير اللي عملته الهند اللي بقى لها بتعمله من التسعينيات يمكن القرن الماضي، تقليص السيطره على التجاره الاجنبيه، الاستثمار خاصه في الشركات، بناء قواعد صناعيه، الاستثمار على البنيه التحتيه العملاقه، قطاع الخدمات في الهند هو الاسرع نمو في العالم بالمناسبه، الاسرع نمو في العالم قطاع الخدمات. صحيح. بيمثل 60% من اقتصاد الهند، في 28% من العماله. واحنا كمان عندنا توجه ان مصر تبقى دوله بتعتمد على الاقتصاد الخدمي، بتعتمد على التجاره، بتعتمد على الخدمات. هيئه قناه السويس او منطقه قناه السويس الصناعيه، المناطق الصناعيه اللي بيتم تطويرها عشان تشتغل في قطاع الخدمات. كل دول الحقيقه اشياء مشتركه ورؤى مشتركه مصر ممكن تستفيد منها بشكل كبير. وعلشان كده النهارده زياره السيد الرئيس يعني بتؤكد على عملية التعاون وتبادل الخبرات. القطاع الصناعة والزراعة في الهند بيحتلوا مركز بارز جدا في الاقتصاد الهندي، واحنا عندنا حاجة مش بس حاجة، عندنا رؤية لتطوير قطاع الصناعة والزراعة. وتوفيني في الرأي، البنية التحتية العملاقة اللي احنا عملناها في مصر في الفترة الأخيرة النهاردة هي اللي بتساعد على عملية تدفق الاستثمار الخارجي، بحيث ان احنا بقينا وما زلنا الدولة الأكبر على مستوى القارة الأفريقية وعلى مستوى الوطن العربي. طبعا ما موجود دول عربية طبعا فيها طاقة بترولية وطاقة استثمارية كبيرة، لكن احنا الأكبر والأهم على مستوى الوطن العربي والميدل إيست في الـ FDIs أو الاستثمارات الخارجية المباشرة. فالاستثمارات الطاقة في الصناعة والزراعة اللي في الهند متوافقة تماما مع الجهود اللي بتعملها الدولة في البنية التحتية في قطاع الصناعة والزراعة عندنا. ويمكن الهند عليها على مشروعات بنية تحتية، لو تابعتي او بنتابع الشان الهندي، الهند اعلنت عن مشروع بنيه تحتيه كبيره جدا في الاونه الاخيره في استثمارات يمكن ثمنها فوق ال 1.5 تريليون دولار، مش بنتكلم في مليون. واكيد الدوله المصريه والقياده السياسيه دكتور عمرو تعي هذا الامر بشكل جيد، ومن هنا تكمن اهميه هذه الزياره او حتى عدد من الزيارات الدوليه ما بين مصر التي تجمعها مع عدد من دول العالم. دكتور عمرو، خليني اسال حضرتك، واحنا نتحدث عن حجم التبادل التجاري ما بين مصر ودوله الهند. كما تعلم دكتور عمرو، يمكن الهند دائما تهتم بشكل كبير بالتطور دائما في مجال التكنولوجيا وحتى البرمجيات، ومصر من الناحية الأخرى لديها كل العناصر والعوامل التي تؤهلها لأن تكون جاذبة للاستثمار، خاصة بعد كل هذه المشاريع التي يقوم بها السيد الرئيس وحتى القيادة السياسية في مصر مؤخرا. إلى أي مدى هذا التعاون ما بين مصر والهند ممكن، أو هذا التقارب حتى يكون يفتح أفاق لمزيد من التعاون في مجالات طبعا الاقتصاد وحتى الاستثمار؟ هذا سؤال جيد، لأن فعلا الهند دولة يعني متقدمه الحقيقه في مجال الاي تي، مجال التكنولوجي. واحنا عارفين ان مجال التكنولوجيا ومجال الاتصالات النهارده هو اسرع مجال على مستوى العالم في حجم النمو.
يكفي ان اقول لك ان الخمس شركات الكبرى على مستوى العالم، الشركات الامريكيه طبعا اللي فيها بالمناسبه عماله هنديه كبيره، ويمكن احد السي اوز لهذه الشركات هو من الجنسيه الهنديه. هذه الشركات حجمها تريليون دولار، يعني مش بقول مليون ولا مليار، انا بتكلم على تريليون دولار. فالهند الحقيقه عندها خطه قائمه على التعاون وتصنيع في مجال التكنولوجي. والهند مش بس الهند، كمان الصين، يمكن تكنولوجيا الفايف جي، الهند عندها خطه لدخول كمان في مجال الفايف جي، ودي تكنولوجيا الغد اللي هتتحكم في المناسبه في العالم، وهتبقى القيمه المضافه الكبرى على مستوى العالم. مجال الطاقه الجديده والمتجدده في الهند الحقيقه دخلت في استثمارات كبيره جدا فيها، ويمكن دخلت في استثمارات مع مصر بعد تجديد اتفاقيه تشجيع الاستثمارات مع مصر. فالحقيقه يمكن التبادل التجاري ما بين مصر والهند شهد ان رغم العلاقات السياسيه القديمه، لكن التبادل التجاري في السنوات الاخيره شهد نمو غير مسبوق، يمكن وصل لستة سبعة فاصل اثنين سبعة مليار دولار. أنا شايف إن آفاق التعاون زي ما أنت قلتي على الشراكة السياسية والتاريخ السياسي، أنا شايف إن التعاون مع الهند بالذات في مجال التكنولوجي وفي مجال الصادرات وفي مجال البنية التحتية في مجال الصناعات الغذائية في المركبات، الهند متطورة في مجال المركبات، وعارفين إن عندها صناعات على مستوى السيارات او حتى الصناعات الثقيله، الادويه، الحقيقه عندها قاعده كبيره جدا. ممكن ندخل في جوينت فينشر او في صناعات مشتركه او في مشاريع استثماريه في مناطق كمان، مش بس يعني صناعات، لا ممكن تبقى في المنطقه زي ما في المنطقه الصينيه ومنطقه روسيه، تبقى في المنطقه الهنديه موجوده في مصر لقرب مصر من الاسواق الاستهلاك المتطوره بالذات في اوروبا. يمكن ان مصر والهند يعملوا صناعات مشتركه او مشاريع مشتركه، وبالذات زي ما انت قلتي في مجال الاي تي اللي الهند الحقيقه متطوره فيها بشكل كبير، واللي مصر عندها بالمناسبه. خليني اقول لك المعلومه دي، مصر والهند بالمناسبه هم اكثر دولتين بيصدروا اي تي بيبول، يعني العماله، العمال، مش بس العماله، الرؤوس الفكريه. للاسف مصر والهند من اكثر الدول المصدره للرؤوس الفكريه في مجال التكنولوجي، ودي احصائيات موجوده على مستوى العالم وفي تقرير الاقتصاديه في البنك الدولي. الهند عملت منذ سنوات سياسه جميله قوي، برين جين، انها ترجع تاني الرؤوس الاموال الهنديه، وبدات تشتغل في الهند، وهي اللي نقلت وبتعمل طفره النهارده او منذ سنوات في صناعه التكنولوجي على مستوى الهند. لذلك نأمل دكتور عمرو أن يعني نستفيد من هذه الزيارة، أن تعود بالنفع طبعا على الدولتين، وأن نستفيد من هذه الرؤوس وهذه العمالة كما حضرتك ذكرت الآن. طبعا أنا لسه بقول أن البرين جين اللي عملته الهند الحقيقة سياسة يعني نموذج، أرجو أن احنا نستفيد بيه. وعشان كده تاني السيد الرئيس يمكن بيزور كل هذه الدول لهدف نقل، مش بس نقل التكنولوجي لكن نقل المعارف والخبرات الاقتصادية اللي موجودة في دول العالم بتتطور، خلينا نعترف. يعني هذا ليس عيب، هذه سنة الحياة، في سباق على مستوى العالم كله في تطوير القطاعات الاقتصادية. خلينا ناخد من كل الدول الخبرات اللي موجودة عندها، زي ما أنا بقول التجربة الهندية الحقيقة رغم صعوباتها ومصاباتها، يمكن أنت عارفة وتوفيني في الرأي ان رئيس الوزراء الهندي اللي تولى في 2013 2014 كان عنده امال اقتصاديه كبيره، لكن بتواجه هذه الامال بخطه اصلاحات اقتصاديه على مستوى القطاعات الرئيسيه زي الصناعه وزي الزراعه على سبيل المثال. لكن هذا لا يمنع رغم الصعوبات التحول الاقتصادي في الهند، ان الهند قطعت شوط كبير جدا في مجال التحول الاقتصادي، في مجال الاستثمارات، في مجال تعديل القوانين زي ما مصر عملت الحقيقه. وبالتالي هي نموذج اقتصادي نقدر ان احنا نستفيد منه ونشتغل معاه، لان هم عندهم الحقيقه شبكه كبيره، يعني كم مليار الهند من عدد السكان، عندهم شبكه كبيره من السكان في كل دول العالم حقيقه. يعني انت لما تسافر كده تلاقي الهنود موجودين في اوروبا، موجودين في امريكا، موجودين في كندا حتى، وفي مجالات كمان الهاي تك ومجالات التعليم. مصر عندها نفس النموذج. احنا مصر دكتور عمرو، خليني معلش اخذ من كلام حضرتك فكره انفتاح الدوله المصريه على كل هذه التجارب التنمويه الخارجيه الناجحه بشكل كبير. والنهارده السيد الرئيس تحدث عن ترحيب بالشركات الهنديه لتوسيع استثماراتها في الدوله المصريه، وحتى عرض الفرص الاستثماريه في مصر، طبعا كل ده في اطار التنميه الشامله داخل الدوله المصريه. كيف تقرا التجاوب الهندي مع هذا الامر؟
لا كبير جدا. وخليني اقول لك على حاجه، انت اشرتي لزياره السيد الرئيس الى عدد من الدول، واتكلمنا على زياره فيتنام. يمكن انا اشرت لزياره فيتنام منذ سنوات لما السيد الرئيس راح فيتنام، وكان البعض مستغرب لماذا فيتنام، وقلت ان السيد الرئيس والدوله المصريه عندها فيجن النهارده للانفتاح على التجارب القويه على مستوى صحيح. العالم. فيتنام كنا بنسمع عنها ايام الحرب الفيتناميه مع الولايات المتحده، النهارده فيتنام احد النمور الكبرى وعملت طفرات كبيره جدا في مجال التنميه. الهند طبعا يعني نموذج قديم وتقليدي، لكن ده ما يمنعش ان احنا نستفيد في صناعه النسيج على سبيل المثال في الهند. الصناعات انا قلت صناعات الصناعات السيارات اللي عندها تراكس، اللي عندها النهارده صناعات ثقيله في مجال النقل، القطارات، كل ده نقدر ان احنا نستفيد بيه. والزيارات اللي بيعملها السيد الرئيس هي ليست زيارات فقط او هدفها بالاساسي زيارات سياسيه، لان علاقاتنا السياسيه ممتازه صحيح في احسن حالتها الان، لكن طبعا لك طبعا. وزي ما انت قلتي، لو تابعتي الشان الهندي وتابعتي وكالات الانباء الهنديه وتابعتي الصحف الهنديه وتابعتي حتى اللقاءات الشعبيه في الهند، هتلاقي هناك ترحيب، ومش بس ترحيب، هناك ترقب لهذه الزياره لما تمثله مصر من ثقل اقتصادي وثقل سياسي، حتى بالتحديد على مستوى القاره الافريقيه. وخليني اقول لك نقطه مهمه، الهند فيري ماتش انترستد، مهتمه جدا بافريقيا، ومصر بوابه لافريقيا طبعا. عشان كده بقول ان هذه الزياره ممكن ان تسفر عن افاق غير تقليديه خارج الصندوق في العلاقات الاقتصاديه الاستراتيجيه ما بين مصر والهند، وتبقى في وين وين سيتويشن ومصلحه البلدين والطرفين في الدخول معا بشكل مشترك لأسواق جديدة في دول أفريقيا أو في دول أخرى. طبعا أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي السابق، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.